من مواليد، مؤكد من مواليد قرية الظلال. وبجوة بلادي لو نشأت جو أهلنا من هناك عمل السواقي هنا، ومن السواقي بعد ما جاء مشروع الجزيرة طلع في المشروع بقوم زارعية أو عشاء، المسألة يعني أسرة واحدة، بلادي أسرة واحدة حاجة جدا ود بالله. يوسف وبابكر بيبركوا في حمارة، وطه وطاري معاه منو بيبركوا في حمارة، اثنين يمشي المسلمية، قعدوا 4 سنة في المسلمية بالحمير، يعني بالتعب الكثير والفطور القليل، بيمشوا يجوا ياخذوا اللقيمات في شبه الدنيا وفي التعريف تعرف وقريش قريش، ويجوا من هنا طوالي ما يمشي أي في الجاهلية يقعدوا يذاكروا. أنا مش كل واحد من هذول القرية دي لا عندك وقت بالنهار ولا عندك بالليل وسيلة بتاعت إضاءة عشان تذاكر. في القرية محبوب حبة شديدة، خلاص كل ما يمشوا المدرسة ويجوا يمشوا على أخواله يحبوه بيصرفوا، وانا بقرا في فداسي وهو بقرا في مسلميه، نيجي نتقابل هنا اخواله يعني بيمشي لاخواله اخواله بيحبوه، وكل ما امشي معاه انا يدونا قرش قرش قرش، نمشي ناخذ تمر، التمر التعريف ب 100 تمر، ناكل ونلعب معاه هناك. و أبونا شيخ الأمين يرسلنا يقول له يا جماعة أمشي جيبوا الحمير، عنده حمير جاوي من درمان كبار بيوت، أمشي أنا وبابكر نجيبين، وبابكر ده والدنا يقلده لأنه عنده شخصية وعنده محنة في أهله. لحظات طيبة أن نأتي ونتذاكر فيها أخونا بابكر ود بلال، وصعب جدا أن الإنسان يقول لك يتحدث عن بابكر عدته لأنه قد يظلم نفسه. إن بساطة الحياة في قرية ود بلال توحي بأن من ينشأ في هذه البقعة لابد أن يتميز بسمات الأصالة والخير والعطاء. كانت ود بلال بدفء طيبة أهلها وأطفالها منجما يصقل الغالي من بنيها ويملأهم بالخير للغير. بابكر عدتهم، إذا تحدثنا عن بابكر الأخ نجده كان أخا معلما مربيا مؤدبا مؤدبا لغيره. الأدب الإنجليزي وبنعشق الثقافة وبنعشق حتى ما حقك تمشي تقعد معاه وتلقاك تبنيته وكده. فحمتوم كانت مدرسة مش مدرسة بتاعت علم ساينس وكالكولوس وكده وكده، كانت دي بتاعت ناس بالطريقة كده، فكانت دي حمتوم علم فكر ثقافة أي شيء. وبعدين حمتوم ويقول لك لما نيجي ولاد سيرنا براون يقول لهم ويمصفيذم يجي من هناك ويمصفيذم انبيذم ناكلهم ونغلبهم. شوف الروح بتاع التنافس الحر
والله كانت ايامنا يعني الواحد لا بد انه ابناء حمتوم يقعدوا مع بعض ويعملوا لقاء فكري ويكتبوا الكلام ده ويدوا للاجيال الثانيه على وعسى ابنائنا ياخذوا جزء منه ويستفيدوا منه. أن الناس في السودان يقسمون التأبين، والتأبين هو مدفوع الرجل وهو ميت ولكن لا يحسن في التغريض، الذي هو مدفوع الرجل وهو حي. فعلى قال الناس شوفوا يوم شكرهم قبل ما ينتقلوا، يعني أخونا بابكر ومحمد حسن وإذا أعطى الله نسأل الله يطيب في أعمارهم. الأخ بابكر قائد عرفته سنوات طويلة، وأنا حقيقة أقول له ما عنده إمكانيات على عكس من نظر بعض الناس إنه عاصر كثير من الأنظمة، لما عاصر كل الناس. أذكر أن العقاد في كتابه عن معاوية بن أبي سفيان حاول البعض أن يهاجم معاوية، فقال العقاد يكفيه أنه عمل واليا في كل عصور الخلفاء الراشدين باختلاف طبائعهم، عمل مع أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان من قبل، ثم أصبح واليا للشام ثم خليفة للمسلمين. لولا أن له مغدرات لما عاصر كل هذه العصور. والله هذه السمة تنطبع على أخوي بابكر، يعني قافة وحتى الذين بآراء متعددة يقفون عند باب وعتبات أخونا بابكر علي التوم يحلعونها ليسمع الكلام. رجل كان أمة، رجل كان قبيلة، رجل كان دولة، رجل إذا ما تحدثت عنه فهو الأخ وهو الأب وهو الزوج وهو السياسي وهو العسكري وهو القائد وهو الرائد وهو المهندس وهو صانع الأمجاد لنفسه ولأهله ولقبيلته. عظمة المرء، عظمة أعماله، مشروعات تتحدث عن عظمة الرجل. يمكن اشتغلت أنا في هو كان في مايو خاصة كان في الولاية، أنا كنت قبل ما يبقى معتمد كان لحد كبير عنده يعني صلة بالأخ الرئيس، وأنا كنت مدير المؤسسة العامة للبناء والتشييد، وطلب مني مشروعين، قال لي الرئيس قال لي لازم تعملهم ولو ما بتعملوا نحن حنضطر نجيب مهندس من برا، اللي هو مسجد النيلين والمساجد الاثنين بتاع الجيش وبتاع المهدي. أنا مسجد النيلين نحن كنا عملناه في معرض، وكان أول شكل كان غريب كده، قباب يعني يمكن 9 قباب صغيرة وقبة كبيرة. شفت الرئيس دخل ونحن لافين معاه في النقابة، أنا قلت والله الرئيس يقول الشكل ده تنفذه، والله شفته بعد نص ساعة قام جاء لافي في أثناء ما لافي قام قال له أنت شنو؟ قال له مركز إسلامي، قال لهم بتنفذ؟ قالوا له في قروش بتنفذ، قالوا القروش علي أنا. الدور الكبير الذي كانت تقوم به وزارة الأشغال وربطه بشخصية بابكر وحبه للعمل والوطن والناس وسعادة الإنسان من خلال تلك المشروعات في كافة مناطق السودان من خلال وزارة الأشغال وحكومة مايو. مرجع
في كل المشاكل بتاعتي. بابكر ده راجل أمة أصلا لا تستطيع إنك تدي حقه ولا توفي حقه، لأنه سبحان الله إذا جيت قعدت كده في المناسبة والناس كلهم قاموا، هو يكون داير رعاية فلان ده بيرقد وين، إلى أن آخر زول يتأكد تماما إنه مشى ونام في محل مريح حتى هو. بابكر رجل من العفة بتاعته يا جماعة، سبحان الله لما قامت على الثورة على ناس نميري ومسكون هون حبسون، بابكر ده سبحان الله له عنده جنيهين رصيده، كان جنيهين وزير. شوف العفة، يعني بيدرس مش بيدرس فينا نحن كلنا وجماعة خير والبلاد دي كلها. أخونا بابكر كان وزير الأشغال الوطني منه عنده، لكن ما في له على صدق يلاقي له زول ولصق له هناك في الخرطوم، ما أدى زول من أهله يطلع بتاعت وطن. يديك شنو؟ يديك مثال للعفة ويديك مثال للنزاهة في الحكم. همه ما كان رقبته، يعني بابكر ده ما ود بلدان، لكن ما كان همه ود بلدان، كان لما تيجي هنا همه كان شارع المسلمية ده وقرف المسلمية، كان يضرب لي عبد الرحمن شارع الختم يا عبد الرحمن شارع المسلمية، والله يتحدث مع عبد الرحمن ده كأنه شارع المسلمية ده ماشي عنده هناك بالعمارة. إن من يود خدمة الناس لا ينظر إلى أي الطرق يسلك لخدمتهم، فنداء الوطن كان يوجب على النفس تقديم الجهد بكل السبل من خلال مختلف الحقب، لأن الوطن وإعماره ونماؤه لا يتأتى إلا بالحكمة، فكان بابكر هو روح الشورى والتشريع القويم وسيف الحق وقاضي الخير. قال تعالى: من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بابكر، الأمة اختارتك حكيما وناصحا أمينا منها وعليها. إن الخير له مفاتيح عديدة تجسدت في الفقيد جلها، فكان سنداً معطاءً خيراً وداعٍ إلى الخير. عجيبة، نحن لما جينا نسوي المركز الصحي، بابكر رجل مهندس، يشتغل نشوف المركز الصحي حقنا ده ونشوفه من بعيد، فلعنا كنا دارين نسوي المركز الصحي ده، والله يا جماعة رسموا بعصايا. رسم المركز ده بعصاية، إنه الغرف دي من هنا، الغرف دي من هنا، الأبعاد دي من هنا، وتنفذ الرسمة دي تنفذ زي ما سواه أخونا بابكر. والله يا جماعة المركز ده جونا أكثر من 20 غرية عشان يشيلوا شنو الصورة دي بتاعت المركز، ولنا على كل دون الخرطة، والله إحنا ما عندنا خرطة، لكن سبحان الله الخرطة هو في رأس أخونا بابكر. البيت المفتوح يستقبل كل الناس، يستقبل البعيد ويستقبل القريب، فبابكر ده راجل. وبعدين ما جلس معاه أي واحد من الكبار ولا من الصغار إلا كان قدره،
ما يعني انت تدخل في بيته ده لابد يديك شنو؟ يديك حقك، ما في تجاهل، ما يتجاهل احد اصلا. فبابكر ده رجل يعني نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى، كان مش علينا نحن، كان على البلاد. يعني سبحان الله، هو من نظام مايو حق نميري الانغازي اقتنعت تماما انه خير من يمثل الناس اخونا بابكر ده، وجال وتمسك مسكت في رجله عشان هو يرضى يشتغل. مسكت المجلس التشريعي في الخرطوم وشفته، يعني انا داير اقول لك ما حق الناس بالله، ده حق السودان. بابكر ده حق السودان، اشتغل ومش كان بيشتغل لحد اخر لحظه، يعني في الحكم المحلي، في التخطيط، في كل شيء، المرجعيه بتاعته. يا جماعه دول مريض وقلبه يعني تعبان، وكان لاخر لحظه بيأدي في الى ان فارق الحياه. لما بابكر اخونا فارق الحياه كان عنده عطاء، فتخيل بني ادم يكون عطاه موجود الى اخر لحظه. التجرد وحب العطاء لما فيه خير للبلاد والعباد، هكذا كان، فوهب نفسه للعمل العام إلى أن فارق الحياة. حقيقة الواحد لما يتكلم عن أخونا حبيبنا زعيمنا كبيرنا بابكر، الواحد ما يقدر يتكلم، لأن الواحد كتب كتب ولا كتب أي حاجة بابكر ما بيقدر يفي بحقه. احنا والله تعلمنا منه كوسرة حياة كثيرة جدا جدا، بعدين ما لقيت له دول بحب عارف في حياتي قدر بابكر. يعني من الحياة الأصل ما يمكن ذول إنساء لما يكون فيه كفاة بلال ولا فيه عرس ولا يكون فيه مناسبة كان بيقول لا خانوا، أنا ممكن أكون قدامكم في أي شيء إلا في ولد بلال، لأن ولد بلال دي الأصل. ما بيش كان بحل حين مشاكل الناس كلها في ولد بلال في الخرطوم. لا ما بيش يعني الناس اللي قاعد معاه ومارسوا حياتهم معاه واستفادوا منه في مثل في الأخلاق وفي القيم وفي العفة، سواء كان في عفة اللسان أو عفة اليد. بابكر البيت الوحيد الفاتح 24 ساعة، من الساعة 5 للساعة 5، من 5 صباحا ل 5 صباحا باب قفل. بابكر يستقبل أي زول في أي لحظة. بابكر بيعرف 200 ينصح و200 يزعل و200 يديك و200 ما يديك. يعني ربنا سبحانه وتعالى أداه فراسة في الحياة دي ما أداه بلاي بني آدم كله كله. بابكر يعني علم أولاده على 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 الخصائل الحميدة، علم أولاده وبناته وعلمنا نحن كلنا. والله يشهد الله أنا ما مشيت له إلا ليت ما مشيت لي عرس، ما مشيت لي بك ولا لا ما مشيت لي مناسبة. وبعدين دائما وابدا كان بوصينا على أن نبقى على هن عشرة ونتواصل، وكان بنصحنا بأن نقول الأسرة دي أسرة فقيرة، ما فازوا الغنيان غير الوحده والتعاضد والتكاتف كان قوال نصيحته لنا دائما ان احنا ما نكون متفككين، ما نكون وحده واحده ونكون يد واحده. فبكر يعني دول مهما تكلم عنه ومهما تكلم ومهما كتب ما يدي حقه، اقصى ما ممكن يدي حقه. والله العلي العظيم انا اصعب وقت، يعني اصعب موقف الواحد يقول اتكلم عن الله يرحم الله يرحم نزل الله الرحمة والمغفرة نزل الله الجنة، اللهم ارحمه يا رب. الرحيل بكل الحسرة على أرض فقدت من فلذاتها أغلاهم، وما عاد لها سوى الذكرى، فالموت سنة الحياة، ومنا من بموته تموت فينا الأحاسيس الجميلة، وتهيج كل الذكريات من خير، فقد كان لنا وطن.
فيا غربة الإنسان ووحشته لفقدان غال علينا، وما بمخلوق غال على الرب العزيز المتعال.